السلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله كنتمنىكم بعدا تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بديت معكم بوريضات، غنقدم لكم البنات سلسله ديال اكله في 8 دقائق. عندي واحد المقبله البنات اللي كتكون من جوج بطاطات، جوج خيزوات، جوج قريعات. عندي هنا الماء غليان، فيه واحد شويه الزيت، شويه الملحه. غنردو البنات هادو تسلقوا لينا مع بعضياتهم. ومنين يقربوا البنات يطيبوا غنتلاقاو نقول لكم شنو غنزيد فيهم. البنات ها الخضيره ديالنا كتغلى، كنديروا الماء شويه بزايد. دابا البنات غنزيدوا هاد الدقيقات اللي عندنا هنا ديال القمح. غنقدروا ديروا لي بات العاديين، ماشي مشكل، انا كندير حتى بلي بات العاديين. غنردو كلشي يطيب هنا غير شويه، ماشي بزاف، لان هادي غير شلاضه، ماشي غنديروا لي بات باش نتعشاو. دابا غنخليهم يطيبوا مره نحركوا حتى يطيبوا لنا البنات ونتلاقاو نقول لك اش غنديروا اليوم. البنات واحد المقيله كندير واحد 3 دريسات تاع الثومه، كنحك واحد نصيص ديال الكنور، واحد شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، المعلقه ديال العطريه ديالنا اللي كنقول لكم ديما كندير مخلطه اللي فيها بزار تحميره، بزار عفوا بزار سكينجبير خرقوم قزبر حبوب، وذويمات ديال الزعفران محكوكين مخلطين مع بعضياتهم، هي اللي كنبقى نخدم بها ديما. معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، وزيت بلديه. غنشحر هذا الشيء كله البنات، هو اللي ان شاء الله غادي نخدموا به ديك لي بات اللي طيبنا مع الخضيره. البنات انا غنشحر ديك بحال شرموله تقريبا اللي صايبت، ولا لاحظتوا البنات ما درتش الملحه. علاش؟ كنوره نصيص ديال كنور اللي حكيت هنا مالح، وانا الخضيره نطيبها سلقها في الملحه، يعني بلا ما نحتاج ندير الملحه. اصلا الخضيره مبننه بالملحه فاش تسلقات. وهنايا عندي هذه راه فيها ديك كنوره كتطلق الملوحه ديالها، والبنات راه كنطفيه حتى غير كيتشحر هذا باش تطلق ليا ريحه الزيت والثومه مزيان مع بعضياتهم. تشحر ليا ديك الثومه تطلق الريحه العطريه، وكنطفي عليها باش كنديروها هكا، ما كنعاودش نطيب ديك الشيء، غير كنخلط هاد الشرمول اللي تشحرات هي اللي كنخلط بها ديك الشلاضه اللي عندي مصايبه، وكتقدم بارده تقدم سخونه كما عجبكم. تقدر تقدم حتى في العشاء البنات، كتجي زوينه. وانا كنصايبها في خاطر سميه مرات خويا هناء هبه ايمن، كتعجيو عندي كتعجبهم، كنقول لهم ها هي مرحبا الصيف واجي ولا العطله ومرحبا نصايبها لكم. دابا نطفي عليها البنات و نتسنى الخضيره ديالي طيب، نصفيها ونخلط الجميع. ها الشلاضه ديالنا واجده البنات، ها هي الخضيره ولي بات ديالنا تسلقوا، كنسخس قطرناهم، ها الشريميله ديالنا موجوده. دابا البنات غادي نخويوها هنا ونحركو مزيان حتى تنسجم العناصر، هي واجده. البنات تنحركها مزيان حيت يدي بوحدي، كنصور غير بيدي، نحرك ونعاود نتلاقى نصورها لكم النتيجه النهائيه. وبالصحه والراحه البنات، ها هي مقبله ديالنا كي كتجي لذيذه، كي كنقول لكم دائما ولا اروع. وجربوها البنات، راه والله العظيم الا لذيذه جدا وسهله، كتوجد بسرعه، وكنوكلوا وليداتنا في نفس الوقت الخضيره، راه فيها قريعه خيزو بطاطا. وبالصحه والراحه، و الى عجبتكم البنات ابوناو وديروا لي لايك وبارطاجيو.